وفي شأن ذي صلة، اشتكى أهالي تكريت من فوضى مرورية وازدحام في الطرقات لعدم تنظيم حركة السير بعد افتتاح جسر تكريت الكونكريتية، مطالبين نشر مفارز مرورية لتنظيم الحركة ونصب لوحات دلالة لإرشاد مستخدمي الطرق صوب العاصمة بغداد دون المرور بالشوارع الفرعية لمدينة تكريت، موضحين أن هذه الشوارع غير مؤهلة لمرور شاحنات كبيرة، ما يتطلب جهدا من دوائر البلدية والمرور والطرق والجسور لتنظيم السير بشكل دقيق. الاختناقات واسعة جدا بسبب البلدية وماكو تنظيم وماكو علامات دالة، وجسر المفروض اخصص واحد من الاجسار للتريلات الثقيلة واخلي جسر مفتوح للسيارات الصغيرة، وانما توسع ماكو، شوارع نفسها القديمة. اهم شيء هسه من المرور العلامات الدالة، ونطالب البلدية بتوسيع الطرق ومساحات للسيارات الخاصة حتى تفض الأزمة. الازدحامات خاصة من يم الجسر هذا الجديد، يعني هذا سايد واحد وزين وسايد واحد وراحة جاية، يعني صعبة شوية هيك. بعدين المفروض اكو مفارز، وخاصة بالشوارع المهمة الزهور الشارع الرئيسي اكو ناس يعني توقف سايدين، يعني ما لايقة هيك سايدين، وهذا الشارع الاخر اللي كانت يعني واحد من يروح على المحلات مال الانشائيه، هوايه اكو سيارات توقف سايدين وضيق. طالب يعني اهل تكريت بصوره عامه يعني يضعون حل شغله الجسر الدله، لان ازدحام حيل من وراء يصير، يعني يكملوه بصوره يعني شويه اسرع، ويخلون علامات داله بالنسبه للبلديه والمرور، يعني شغلات يوسعون يعني اذا اكو قطع شيء يخلون علامات داله حتى يفتهم الناس تفتهم، والشوارع يحاولون يوسعوها لان اكو شوارع حيل ضيقه. انا عاني هسه انا من ازدحام السير، ازدحام السير هو يعني كلش من هذا الجسر، اول جسر اللي هو مال العلم، خلهم بس المدخل، المخرج سدوه، هذا اول شيء، بدون اشارات داله، يعني حتى بالسير يوصل لي غادي يلقي مسدود ويرجع، من يرجع راح يوصل هنا حق ازدحام. زين هذا جماعه المر هاي الشوارع دائما يدورك، التاكسيات كلها تسد الشارع، يلا سيد واحد، زين هذا كله هذا الشارع عام بغداد، كله تطالع هذا يعني طريق دولي، يعني المفروض ما يعني يكون طريق مفتوح.